بتوجيهات أميرية سامية، وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم أول طائرة إغاثة من الجسر الجوي الكويتي لنقل مساعدات إنسانية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وذلك لمتضرري السيول والأمطار التي ضربت السودان أخيرا. فايز، الطائرة تحمل على متنها 40 طنا من المواد الإغاثية العاجلة، بينما طائرة ثانية ستصل أيضا إلى الخرطوم يوم الاثنين المقبل. حطت مطار الخرطوم الجمعة طائرة كويتية محملة 40,000 طن من المواد الغذائية والأدوية، عبارة عن دعم حكومي من دولة الكويت، هي الأولى من الجسر الجوي الذي سيصل لمساعدة المنكوبين من السيول والفيضانات في الخرطوم وبعض ولايات السودان. الوفد الكويتي الذي ضم رئيس الهلال الأحمر الكويتي والأمين العام للهلال الأحمر كشف عن استجابة الحكومة الكويتية لتقديم العون للذين أصابهم الضرر من الفيضانات. حسب توجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم وصلنا بطيارة لأربعين طن من مواد غذائية ومواد صحية وأيضا بطانيات، ونشكر طبعا وزارة الدفاع لإتاحة طائرة بالجيش، ونشكر أيضا وزارة الخارجية و السفير الكويتي لترتيب جميع المحاضرات اللي راح نقعدها هني مع الجماعة ونعرف شنو المتطلبات، وإن شاء الله راح يكون في جو بحري جو بيننا وبين الخرطوم في المستقبل حسب المتطلبات اللي نعرف يحتاجونها الآن. مفوضية العون الإنساني في السودان وهي الجهة المخول لها أن تستلم المساعدات لتقوم بتوزيعها على المتضررين، ثمنت مواقف دولة الكويت وتلبيتها للنداء الإنساني. نحن اليوم في مطار الخرطوم لاستقبال الطائرة الأولى، وهي الطائرة يعني التي تمثل جسر جوي، يعني دفعة من الطائرات إن شاء الله ستصل تباعا. هذه الطائرة تحمل حوالي 40 يعني طن من المساعدات الإنسانية الطارئة، فيها بطاطين، فيها مواد غذائية، فيها مواد صحية. نحن نثمن هذا الجهد الكبير، وهذه المساعدات إن شاء الله تغطي حوالي 3,000 أسرة تقريبا، يعني حسب تقديراتنا نحن. والمساعدات دي تم توزيعها مباشرة للولايات حسب التأثير، حسب الحوجة، حسب كده. وكان السودان قد تعرض لموجة من السيول والفيضانات الناجمة عن الأمطار، ما أدى إلى وفاة أكثر من 60 شخصا وانهيار حوالي 90,000 منزل، بجانب تدمير عدد من المرافق الحيوية الهامة كدور العبادة والمراكز الصحية، في كارثة إنسانية أدت إلى تشريد الآلاف من الأسر بعد فقدهم المأوى والممتلكات. دعم كويتي سخي لمتضرري السيول والفيضانات في السودان في بادرة إنسانية من حكومة دولة الكويت ليست هي الأولى، بل إضافة إلى مبادرات إنسانية سابقة. أماني عبد الرحمن السيد، تلفزيون دولة الكويت، الخرطوم.